يا شيف احنا ما بتعرف الحسن تاع كوجينا شنو نستحقه في حوستنا في كوجينا امتينا بتبيها باش نستحقوا الامين ليكيد فيسيل نتاع بالحق معون عندنا متوفر في زوز انواع عندنا بالقارص وعندنا بالتفاح بالحق حتى نسيلي قلقها شويه كالقارص هاكا فما شواء اخر اللي هو التفاح حاجه ممتازه على الاخر انا اللي يعجبني في منتوج الامين بالحق اللي هو نظافه صنعتهم ابار انه نظافه صنعتهم انا نشجع عليه على خاطر منتوج تونسي وقت اللي تمشي تاخوه تلقاك العلم نتاع بلادك كي وتلقى مكتوب منتوج تونسي علاش ليه ما نقطعوش المنتوجات الاخرى ونستعملوا منتوجاتنا التونسيه ونشجعوها على خاطر بالحق هي ابار انه نشجعوا المنتوج التونسي ما شاء الله عليهم تبارك الله افيكاس على الاخر اليوم الامين خمت فيكم ابار انه باش نستعمل الليكيد نتاع الماعون نتاعنا عندنا زاد برودوي نتاع السال دو بان نتاعنا نعرفوا انه انسال حذقات المزيانات انه السال دو بان خط احمر عندك الكوجينه والسال دو بان الحق خط احمر الصباح مسحه الصباح ومسحه العشاء نقول صباح المساء يوم الاحد بالحق سال دو بان دونك عندنا برودوي نتاع سال دو بان افيكاس زاد يعطيك ريحه بنينه وكيف كيف بريونس معناك اللمعه تقعد لك هكايا في سال دو بان بالحق حاجه ممتازه على الاخر كيف كيف خمت فيكم في عندنا زاد برودوي نتاع الموبل فوالا الموبل نعرف اللي احنا الموبل نتاعنا ديما نقول انا حساس شويه كي ونشريوها بسوم غالي شويه دونك نخمو فيكم باش خاصه نردو بكم بالبرودوي نقول انا برودوي شيميك ولا برودوي كي يخلي تخاس والا يقلق المبل شويه هذيك علاش ننصحكم بالبرودوي هذيا افيكاس وكيف كيف يعطي لمعان ما يخليش شكل التفشه اني في يعني في بحذية في المهدية ديجا عندنا شركة لمين بحذينا ناخذ السونتر كان من عندهم هما ديجا بجنبي معناها بالحق ناخذ من عنده كان هو مواد تنظيف والله ومحلاها معناها مواد التنظيف نتاعو مشكل اللي تلقاها ماء ولا ميسة ولا حاجة لا بالحق محلاها البرودوي نتاعو نظيفة تقعد في الماعون بالحق خابية محلاها والله خمت فيكم الأمين عندنا برودوي هكا إيترا تمسح به تسيق به تعمل به اللي تحب أنت دونك متوفر في إيترا والأهم من هذا الكل أنه الأسوام في المتناول بالحق نعرفوا أنه في التونسي متقلقة برشا وتعب برشا نعرفكم والله حاسة بيكم وإحنا نسى نظافة خط أحمر وماذا بينا ديما تلقاونا غاطسين في المحلات التجارية خاصة مركزين على الريون نقول أنا متاع مواد التنظيف هذيك علاش حاجة ممتازة على الأخر حب فقط هوني نضيف حاجة أنه أبار قلت الأسوام في المتناول نحب نعطي أهم نقاط البيع وين متوفر الأمين تقريبا في كامل تراب الجمهورية في ولاية زغوان كيف كيف عندنا المستير عندنا المهدية عندنا سوسة جندوبة بنزرت نابل تونس الكبرى دونك متوفر في البحر الأزرق في المنيلة في المروج أربعة عندنا جابس كيف كيف وعندنا مدنين العزيزة وعندنا قفصة وعندنا فوالا دونك هذوما الولايات متوفر فيهم نقاط البيع متاع منتوجنا الأمين تقريبا في كامل تراب الجمهورية وبطبيعة اللي يحب زادا ينجم معناها حتى يتواصل معاهم والا ياخو عن طريق الانترنت بالطبيعه يوصلكم حتى للدار عندكم 29 00 46 45 به